الساعة دلوقتي 4 إلا تلت، درجة الحرارة سالب 9، في عاصفة تلجية، ودرجة الحرارة سالب 18. الفيل لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم هنا، وهو انك ازاي تسوق عربيتك لو في عاصفة تلجية زي دلوقتي. اول حاجة طبعا لو مفيش حاجة عندك مهمة تخليك تطلع من البيت ما تطلعش، خد دايما جانب الامن والسلامة. انما طبعا لو انت مثلا مهاجر جديد غصب عنك هتطلع، جو برد، جو حر، جو متنيل، هتنزل، بالذات لو كنت عايش في الولايات الشمالية او عايش في كندا، لازم هتخرج، لانه الشتاء اللي زي كده بيبقى 4 5 شهور في السنة بالوضع ده. وتاني حاجة، لو كان عندك عربية من العربيات اللي هي الكروس اوفر او الاس يو في، العربيات العالية، امشي بالعربية العالية، ما تمشيش بالعربية الصغيرة. ليه تمشي بالعربية العالية؟ العربية العالية اولا بتبقى اقوى في السنو، ما بتغرس. تاني حاجة، العربية الصغيرة بتكون السنو بيدخل فيها من تحت كده، بيبهدلك بطن العربية من تحت. فلو عندك عربية كبيرة امشي بالعربية الكبيرة، ما تمشيش بالعربية الصغيرة. ده رقم 2. رقم 3، لازم تمشي على مهلك، وتكون دايما حاطط في دماغك ان انت ممكن تدوس فرامل في اي وقت، ما تلاقيش فيه تحكم في العربية، وتفقد الكنترول عندك على الكاوتشين اللي ورا. بتحصل كده، بتلاقي العربية رجرجت من ورا كده ولفت، اخدت نص دايرة، خاصة في المناطق اللي هي فيها البيوت، لان ما بيكونوش بتبقى السيتي ما رمتش ملح كتير في الشوارع الداخلية، عكس الشوارع اللي هي الرئيسية اللي زي كده. فدايما تخلي بالك ان ممكن العربية تسيب منك في اي لحظة، فتكون مستعد لكده، وان شاء الله ما يحصلش يعني. طيب، لو لا قدر الله وفقدت السيطرة على العربية، لازم تاخد بالك ان انت تمسك فرامل مرة واحدة وتدوس على الفرامل 3 4 مرات ورا بعض. لو دوست على الفرامل بالعربية بتاعتك مرة واحدة، بتلاقي العربية بتسحب منك. ليه العربية بتسحب؟ لان انت بتلاقي السنو بيكون دخل ما بين الطنبورة وما بين الفرامل، دخل السنو، فمهما تدوس فرامل خلاص ما فيش فرامل. فلازم ان انت تدوس 3 4 دوسات ورا بعض، بحيث ان تنزل السنو ما بين الطنبورة والفرامل. في اسئله دايما بتجيلي على ازاي بتعيشوا في درجات حراره سالب 18 وسالب 20 عادي. اولا، هو مش كل ايام السنه سالب 18 وسالب 20، او مش كل ايام الشتاء سالب 18 وسالب 20، لا، في ايام بيبقى سالب 3، سالب 5، 0، سالب 7، ايام الواحد بيتحملها يعني. انما في ايام زي كده مثلا بيبقى 4 5 ايام تلاقيها نزلت لسالب 18، والسنه اللي فاتت وصلت لسالب 33. السنه دي الشتاء كويس جدا. ميزه البيوت هنا بقى في ان فيها عزل حراري قوي جدا. يعني البيوت هنا اولا بتتبني بالخشب، والبيوت اللي ما بتتبنيش بالخشب بتتبني بطوبه كده عامله زي الطوب الحراري اللي بيتبني فيه المدارس في مصر. فطوبه لا بتنقل لك البرد ولا بتنقل لك الحر، عكس الطوبه الحمراء اللي بنبني فيها في مصر. الطوبه دي طوبه بتدخل لك البرد وبتدخل لك الحر وبتدخل عليك كل حاجه. فتلاقي الجو حلو جدا في مصر في الشارع، لكن تلاقي الجو سيء جدا جدا في البيوت. تلاقي درجة الحرارة مثلا 30 او 27، درجة الحرارة هنا في الصيف بتوصل ل 40 و45 في الصيف. انما في مصر درجة الحرارة بتبقى 30، وعلى الرغم من كده تلاقي البيت نار من جوه. بسبب ايه؟ بسبب الطوبة الحمراء اللي احنا بنبني فيها في مصر. والطوبة دي محدش بيبني فيها في العالم كله. انا سافرت في دول كتير، كنت شغال في شركة مقاولات في الخليج، ما كانوش بيبنوا بالطوبة دي، اسمه طابوق في الخليج. انما في مصر بنبني يا عيني بالطوبة الحمراء دي، ازبل طوبة في العالم، لذلك بيدخل علينا البرد وبيدخل علينا الحر. لكن هنا زي ما قلت لكم بيبنوا البيوت بالخشب، وبيوت تانية بتتبني بالطوب، نسيت اسمه والله، مش فاكر اسمه ايه، بس طوب صغير لا بيدخل عليك البرد ولا بيدخل عليك الحر. كنت قريت بوست على الفيسبوك من كام يوم كده بتاع واحد عايش في دولة من الدول اللي بيسموها متقدمة، كان في فرنسا تحديدا، وبيقول ان هم في اختبارات البيوت، تسليم البيوت،
بيجيبوا شمع يحطوه ورا البيبان، وبيحطوا مراوح من الناحية التانية من الباب، ويشغلوا المراوح دي على سرعات عالية يشوفوا إذا كان ضوء الشمع بيتحرك ولا لا، عشان فيما بعد لما في البرد وفي الحر يتأكدوا إنه مفيش سرسوب هوا بيدخل البيت من جوه. لو شغلت الهيتر نص ساعة أو ساعة بيدفيك البيت كويس جدا، مش محتاج تشغله اليوم كله، لذلك تلاقي الهيتر بيشتغل وبيفصل في درجات حرارة ممكن توصل لسالب 30 وسالب 28 عادي. بس هو ده كل حاجة النهاردة، ما تنسوناش في اللايك وفي الشير، واللي مش مشترك في القناة ينزل يعمل سبسكرايب تحته. بالمناسبة الحاقد اللي بيدخل بيعمل لي على كل فيديو عندي ديسلايك زي كده، زي ما انتوا شايفين بيدخل يعمل ديسلايك على كل فيديو، انا مستني الديسلايك بتاعه عادي. بس انا عايز اسالك سؤال واحد، انت بتدخل تعمل ديسلايك عندي؟ طب ما تعمل فيديوهات زي، اطلع اعمل فيديوهات وري الناس البلد، ليه بتحقد عليا؟ وده الفرق يا جماعه بين واحد بيحاول يوريك البلد زي ما شاف، واحد بيطلع له مره كل 3 شهور ماسك له منخل وكل ما يسد فيه فتحه يقول لكم بصوا سديت لكم فتحه، هو كل 3 شهور يطلع مره. ادخلوا عندي على كل الفيديوهات، هتبصوا تلاقوا مفيش فيديو عندي عامل 2 ديسلايك، كل الفيديوهات عامله ديسلايك واحد بس، يبقى هو نفس الشخص صح ولا لا؟ دي طريقه تتعامل بيها؟ خليك حتى يا اخي يعني ما يبقاش عندك حتى الفجر في الخصومه، غرف داهيه بعيد عني ولا شوف لك خراره اقعد فيها بعيد عني. بس هو ده كل حاجه النهارده، ما تنسوش بكرر اللي مش مشترك في القناه يشرفني وانزل اعمل اشتراك في القناه، ونشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. سلام عليكم.